الإنسان شئتم وفي أي وقت تريدون. أتيت إلى هنا لا للوقوف على مدارج المسرح البلدي، مسرحية كما رأيتم ذلك منذ يومين. مخرجها معروف ومخرجها فاشل، والممثلون وهم من أسوأ الممثلين معروفون. جئتكم لأتحدث إليكم على الثورة وما عليها، على الانفجار القوي الذي خرج من سيدي، وليس على نتائج المسرح أو على نتائج وضع للرأس بعد توزيع الأموال أو وزع الأموال، ولكن بالرغم من ذلك لم يتجاوزوا بضع عشرات، وزعوا الخمور في الخارج، ومع ذلك لم يأت إليهم إلا بعض المخمورين بالذهب. أتيت إليكم وسآتي إن شاء الله وأكون لهم من سيدي في هذا الوقت بالذهب. أقولهم أننا على العهد كما توليت إلقاء محاضرة في سنة 2011 بدار الثقافة لسيدي المسيب، فأنني على العهد ولن أتراجع عنه أبدا. إلى سيدي المسير حاملا نفس الشعار الشعب يريد، في وقت تتتالى فيه التحديات وفي ظروف تشهد فيها تونس عديد الأزمات المفتعلة، لأن الأزمات عندهم أداة من أدوات الحكم، ولكن ما زال التحدي هو التحدي، ولن نتخلى أبداً عن هذا التحدي إلا منتصرين. أن التحدي الذي يرفعه البعض اليوم لا يقابل إلا بإصراراً أشد وأقسى على تحدي، وكلما اشتدت الأزمات المفتعلة وازدادت معها الإرادة على تخطيها وتجاوزها. ذلك هو الشعار، وذلك هو الاختيار، ولا مجال للتراجع أبدا، لا مجال للتراجع، ولا مجال كما يتحدث البعض عن الحيرة أو عن الارتباك. سمعهم وتلك طريقته في إدارة الأزمات، بث الفوضى والفتنة
وبث الشك والهلع والارتباك، ولكن أن لهم ذلك مع أحرار تونس ومع المواطنين التونسيين ومع حرائر تونس. لابد أن أعترف لكم أمامكم في هذا الوقت وفي هذا اليوم بأنني كنت أتوقع في وقت من الأوقات أن بعض الأشخاص ستكون أفعالهم كما صرحوا بها وكما تعهدوا بها أمامي وكما تعهدوا بها على رؤوس الملأ أو في الاجتماعات أو في الجلسات، ولكن اكتشفت منذ الأيام الأولى اكتشفت بأن الأهداف الحقيقية المبطنة لمن يتظاهر بالصدق والحق هي مزيد التنكيل بالشعب، بل التنكيل بكل صوت حر، ومحاولة إجهاض الثورة. والثورة أقولها من جديد من سيدي الوزير، هي يوم 17 من ديسمبر، لأن 14 من جانفي هو تاريخ إجهاض الثورة. الثورة انطلقت يوم 17 من ديسمبر. أنا أتحدث إليكم اليوم وأتحدث للعالم كله، وسيأتي اليوم الذي أتحدث فيه عن بعض الحقائق لا يمكن الحديث عنها لواجب التحفظ، ولكن ستعرفون الحقيقة كاملة وستعتزون بكثير من التي انتقلتها. وسنواصل